ايوه والنظافه بدات والاعمال التطهير بدات، وهي يومين ثلاثه. انت بتضحك على ايه؟ انا اللي بضحك، اللي بضحك عليه ببتسم في ان انا اضحك. غلط ان انا اضحك حضرتك؟ غلط ان انت تعقب بابتسامه. انا ما يعني ايه غلط؟ لا حضرتك ما تقوليش غلط ولا مش غلط، مش حضرتك اللي تقول لي غلط ان انا اعقب بابتسامه ولا غيره. انا اسف. بتضحك ليه؟ لا انا يعني انا بضحك ليه؟ بضحك على كلامي؟ لا بضحك ايه؟ انت هتعطيك كمان تقول لي ما تضحكش؟ تحب اكشر؟ تحب اعيط؟ تحب الطم على حالنا؟ يعني ايه بتضحك ليه؟ انا اسف يا استاذ مصطفى. لا يا سياده المحافظ مش كده ابدا، انا بضحك لان انا بحضر لحضرتك السؤال التالي على طول كده. في ايه؟ ببتسم وانا بتكلم. لا ما تبتسمش يا عم. لا لا ابتسم يا سياده المحافظ، مش من حق حضرتك تقول لي بضحك ليه؟ يا استاذ مصطفى لا انا اسف جدا. لا انا اسف يا فندم. بعد اذن حضرتك يا سياده المحافظ، انا بحترمك شديدا جدا شديد الاحترام، انما حضرتك بتقول انت بتضحك ليه؟ ما ينفعش. ما ينفعش تضحك على كلامي، ما ينفعش. يعني ايه اضحك؟ ما ينفعش اضحك على كلامك. احنا نروح الاسم بقى. احنا نروح الاسم وكل واحد ياخد نصيبه هناك. وكلكم هتتضربوا لما يبان لكم صاحب. سلوم الارع ما اعرفش اخوه.